يقول يا بلادي دمتي ودمنا بخير، كل شعبك في غرامك مندفع، نرفع الخفاق ويرف ونطير واشعرنا بارتفاعه نرتفع. سلامتكم، مساكم الله بالخير يا شباب. واحد يجيب الاسئله وعليكم امر والاغراض كلها والجوالات. صحة ابدانكم. نحتاج كراسي هناك يا شباب. أسعد الله مساءكم جميعا أينما كنتم مشاهدين الكرام، فوق كل أرض وتحت كل سماء، على شاشة الواقع، شاشة التميز للتحيز. باسمي أنا ركان بملهي، أرحب بكم في هذا اليوم، يوم العلم، يوم اللي يعني إخوننا التعبير فيه للأمانة. لخصتها في أبيات ممكن أنها هي اللي تثير اللي في داخلي من مشاعر اتجاه الوطن. طبعا اللخبطه اللي صارت قبل شوي والتاخير، فنعتذر منه هذا ايضا، لان كان فيه بعض الاسئله مكرره وعدناها من جديد. على العموم ارحب فيكم مشاهدينا الكرام من جديد. اليوم فقرتنا على ثلاث مراحل بتكون. المرحله الاولى اللي هي تغريده من المتسابقين، كل متسابق بيغرد تغريدة في نفس الوقت لمدة 20 دقيقة. التغريدة بنوقف، أو لمدة 20 دقيقة بتكون التغريدة، بعدها نوقف ونحسب عدد أكثر لايكات. اللي يحصد أكثر العدد لايكات راح يكسب معنا اليوم 1000 نقطة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي الأسئلة، 6 متسابقين معنا. المرحلة الثالثة لكل المتسابقين أسئلة موجهة لفرق الدعم، جاوبوا عليها بأوافق أو أرفض أو احتار، نوجهها للمتسابق. إذا تناغمت الأجوبة مع بعض يكسب المتسابق، إذا ما تناغمت يخسر المتسابق النقاط. المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي السؤال الذهبي، واللي يعتمد عليكم أنتم اللي تختارون اسم المتسابق اللي يوجه له السؤال الذهبي، يكسب منها أيضا 500 نقطة. الحين معنا القرعة، 6 متسابقين.